معلش الواحد لسه الحاجة الأونلاين دي جديدة علينا كلنا. أوكي أهو يا جماعة. That reads a character from a user and prints its ASCII code in binary. اوكي تعالوا نشوف مع بعض. اللي انا عايزه ده typical example موجود في الانتربتس بعد ما بنشرح الانتربتس يعني بنضيف في المحاضره. عايزك تقرا من اليوزر حرف وبعد ما تقرا من اليوزر حرف عايزك تطبع الاسكي كود بتاعه ان باينري. طيب ايه الموضوع ده؟ انت لما بتقرا حرف لو احنا فاكرين من الاسبوع اللي فات لما بقرا حرف الاسكي كود بتاع الحرف بتاعي بيدخل في الريجستر اسمه ها مين يفكرني؟ ريال AL perfect يبقى AL. Perfect perfect يبقى الاسكي كود بتاع الحاجه اللي انا قريتها تبقى موجوده في الAL يعني جوه الAL نفسه هيبقى فيه الرقم الانتجر اللي بيمثل الحرف اللي اتقرا. طب ايه الانتجرز دول اللي بتمثل الحروف اللي بتتقري؟ يعني ايه حرف يمثل ارقام بتتقري او حروف بتتقري؟ احنا عندنا الحروف يا جماعه اهو A B C D E F لغايه Z. كل حرف من الحروف اللي موجوده ده ليه كود اللي هو الاسكي كود انتجر بيمثله. فور اكزامبل الاي كابيتال هي 41 هكسا، البي كابيتال 42 هكسا، السي كابيتال 43 هكسا وهكذا كلهم بيزيدوا بواحد. الاي سمول والبي سمول والسي سمول برضه لغايه الزد برضه ليهم حروف. الاي سمول 61 هكسا، البي سمول 62 هكسا، السي سمول 63 هكسا وهكذا. ونفس الحكايه بالنسبه للارقام. الارقام اللي موجوده عندي لغايه 9 اهو الصفر 30 هكسا والواحد 31 هكسا. دول الارقام دول الانتجرز اللي بيمثلوا الحروف اللي داخلين. يعني لو انت دخلت حرف A كابيتال لو دوست على الكيبورد على حرف A كابيتال اللي هيدخل جوه الريجستر ده هيدخل جوه الـ AL هيبقى 41. يعني ال 41 دي هتبقى متخزنه جوه هنا. طب هتبقى متخزنه جوه ازاي؟ هتبقى متخزنه جوه باينري. انت لو بصيت جواها هيبقى في هنا واحد هو اربع وثلاث اصفار وبعدين اربعه اللي هو صفرين واحد صفر. ده الرقم اللي هيبقى موجود 41 اللي هو 0100 اللي هو الرقم اللي انت شايفه قصادك ده هيبقى متخزن جوه الاي ال. المساله دي بتقول ايه بقى؟ المساله دي بتقول لك بعد لما الرقم ده يدخل جوه الاي ال بالمنظر ده انا عايز اطبعها على الشاشه. انا عايز اخد البتات اللي موجوده جوه دي، البتات اللي موجوده جوه دي انا عايز اخدها واطبعها على الشاشه. طيب هطبعها على الشاشه يعني هطبع كام رمز يا شباب؟ مين يقول لي كام رمز هتطبع كده؟ كام رمز؟ تاني يا دكتور معلش بس أوكي عشان صوت حضرتك قطع انا ما سمعتوش عشان النت عندي لاجنج شويه. اه ما هو النت بايظ النهارده خالص. هقول تاني بقول انا لما بقرا حرف الاسكي كود بتاعه الرقم اللي بيمثله بيدخل جوه الاي ال الريجستر اسمه اي ال اهو بيتخزن جواه كباينري اهو 0100001 ده 41 هكسا اهو. اللي انا عايز اعمله انا عايز اطبع الرقم ده باينري يعني عايز اطبع القيمه الباينري دي على الشاشه. طب لو انت عايز تطبع القيمه الباينري دي على الشاشه في كام رمز كام سيمبل هيطبع على الشاشه؟ لا هيطلع الحرف الاي لو انا طبعته على طول بالانتربت 21 اتش هيطلع ايه؟ تعال يعني انت لو اخذتي ده وحطيتيه في دي ال هيطلع ايه؟ بس انا مش عايز اطبع ايه؟ بالزبط. انا عايز اطبع دي الخانه دي وبعد كده عايز اطبع الفاليو عايز اطبع الفاليوز. خلي بالك هي مش فاليو واحد ها؟ هو مالتيبل فاليوز هي فاليوز واحد. طب يبقى كام 01 لو انا عايز اطبع الاي ال ان باينري؟ 8 8 بيرفكت يا محمد. I want to print 8 bits. انا عايز اطبع 8 bits، عايز اطبع 8 symbols، كل symbol من symbols يا اما صفر يا اما كام؟ يا اما 1 يا اما 1. دكتور انت حضرتك لو عاوز تطبع سيل كل خانه ايوه تمام ايوه انت بتاخد بتقول مثلا ان A مثلا ايه مثلا اسمه ايه ده اس اي اوف 0 ايوه اللي هي مثلا اس اي عند خانه 0 هتروح للاي ال هنطبع الاي ال اوكي واس اي اللي هي الخانه اس اي بلس 1 اللي هي هتنزل مثلا عند الخانه الاولى أوكي. اللي هي 0 1 2 3 4 فهتطبع 0 كل واحد 1 0 بالظبط اللي هو اري اوف كاركتر يا دكتور صح؟ لا ما انا هقول دلوقتي انا عاجبني اولا الاجابه اللي قالها محمد بس بتعديل واحد
ايه هو التعديل الواحد؟ ان دي مش array صح؟ بالظبط ده محتوى register صح. ده جوه register. فللأسف ال SI وال DI وال BX ما اقدرش استخدمه عشان اشاور جوه register. انا ممكن استخدم ال SI او DI اشاور جوه array. لو عندك array انت أو ممكن string. تشاور او string او array عادية فيها ارقام اوكي بالمنظر ده اوكي دي ممكن اشاور عليها ب SI واقدر احرك ال SI جواها. لكن انا عندي هنا بتات جوه register يعني ده ما فيش حاجه ممكن تشاور عليه. ده register جوه الكمبيوتر او جوه السي بي يو register كده جواه بتات. بس انا عجبني الحل بتاع محمد ليه؟ ان هو قال لي ان هو عايز يايزوليت عايز يفصل كل خانه على حده عايز يفصل دي لوحدها 0 ولا 1 عايز يفصلها لوحدها عشان يطبعها وبعدين عايز يفصل دي لوحدها برضو. يعني صح محمد انت قلت منتهى يعني ال correctness إذا كان the term ممكن يتقال what you said is correct. أنا عايز أفصل كل خانة لوحدها بس للأسف عشان ده register أنا ما أقدرش أشاور عليه. ما فيش حاجة تشاور على الخانات اللي جواه. ما فيش عندي شيء ممكن يعدي على الخانات دي واحدة واحدة. كان ممكن أعدي عليها واحدة واحدة لو كانت في الميموري. في الحالة دي أشاور عليها بالSI زي ما أنت بتقول وأفضل أزودها عشان تتحرك على الخانات اللي جواه. لكن ده مش memory ده عبارة عن register. طب ازاي اجيب البتات اللي جوه register؟ ازاي ممكن افصل البت دي اطلعها برا اطلع البت دي برا واسيب الباقيين جوه واطلع دي برا لوحدها عشان تبقى موجودة في مكان لوحدها برا اقدر ابص عليه. مين ممكن يقول لي؟ اللي يقول لي ادي له class 5 وانا عارف ان هي 41 H صح؟ هي 41 انش. لا انا ان جنرال انا مش عارف بس هي في المثال ده هي 41 انش بس ان جنرال انا مش عارف. اللي انا عايز اعمله عايز اعمل حاجه في الريجستر ده. محمد شايف الريجستر صوتك ده عايز اعمل فيه حاجه such that البت دي تبقى موجوده لوحدها. ماسكينج ممكن اعمل ماسكينج. ثانك يو سلمى. انت مش محتاجه على فكره الخمسه دول انت اوريدي جايبه ايام 30 اما 29 مش فاكر بس برافو عليكي يا سلمى هتتسجلي عندي ان انت ليكي 5 ماركس فور فيوتشر اوكي. قالت لي ممكن اعمل ماسكينج. انا لو عملت ماسكينج هنا كام انا عايز دي يبقى اعمل هنا كام؟ ها زيرو عشان تبقى هي نفسها. لا انت لو عايزه دي اعمل ماسكينج مع هي زيرو هي زيرو فهي 1 يا سلمى انا اعملها ب 1 في الماسك هي هي زيرو اعملها مع 1 اوكي 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 هعمل ماسكينج ب 1 هنا والباقي زيرو هفصل دي لوحدها. ده حل بس المشكله لو انا عملت كده يا شباب هتبقى مثلا لو افترض دي 1 افترض ان هي كانت 1 يبقى عندي 1 ووراها مجموعه اصفار. يعني هي مش واحد هي كده 1000 او 100000 او تبع. طب لو عايز دي لوحدها بس مش عايز حاجه معاها خالص دي بس الرقم ده بس اعمل ايه؟ طب ما احنا ممكن نعمل سيركلر يا دكتور ونحطها مثلا في واحده من اللي هي مثلا قربت منقلها يعني انا لو نقلتها في فلاج فانا هبقى فصلتها شفت شيفت ليفت ايوه بالظبط ما هي بتعمل شيفتات اخد دي وشفتها كده شفتوا يا جماعه شفتها كده فهي مش هتقع بره هي هتنزل في الحته بتاعت الشيفت بتاعتها كاري فلاج فهنعرف منها بالظبط كاري فلاج قشطه انتوا كويسين. انا بتالي كده سلمى احمد السويسي واحمد محمد الخطاب احمد حسن لا مش سويسي احمد حسن ولا ايه انا اسف اوكي انا متعود على احمد سويسي مصلحه اسمه اوكي طب تعالى نكتبكم بقى على النوت عشان بس ما انساش اهو هكتب على النوت دلوقتي دكتور اكتب معاهم معلش الخمسه بتوعي برضه ماشي يا احمد اوكي ثانيه واحده هم اصحاب احمد حسن صحاب فيشير مع بعض ثانيه واحده اجيب البوله دلوقتي من عندي يا دكتور عادي الله يخليك يا حبيبي اوكي فدلوقتي عندي اهو مايكرو اهو سلمى فايف احمد حسن فايف ومحمد محمد خطاب اوكي ثانك يو يا جماعه دكتور هو انا you. انا عندي كومنت على حاجه هي اوت اوف توبك بس جت في دماغي دلوقتي قولي المعيد في السكشن يعني احسن حد بيكتب لنا في نوت باد مش عارفه ازاي
اوكي يعني بيكتب بطريقه كده هي بيستخدم حاجه مش فاهمه ابلكيشن ولا ايه فهي حاجه كده او حاجه واضحه جدا يعني انتوا لو عندكم عموما لو بتعملوا ميتينجز في الجامعه لكل الناس ماشي. عشان تريكومند طريقه ماشي. دي الماده الوحيده بالنسبه لي في السكشن اللي بيبقى الكلام واضح كله وساعات بيكتب حاجات بالكمبيوتر مثلا السؤال واللي بيكتبه هاند ريتن واضح قوي يعني انا مشكلتي في خطي مش في التول لا 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 اشوف لكم ولا اسفه لا لا والله بس هي الطريقه اللي بيعملها يعني تبقى واضحه جدا عن باقي المواد في مواد تانية اصلا مش بيكتبوا خالص يا دكتور يعني طيب لا خلاص خلاص ماشي نشوف محمد بيعمل ايه ونعمل زي لا كويس ثانك يو سلام بس انا مشكلتي في خطي مش في التول بس هنظبطها ان شاء الله ما تقلقوش اوكي ماشي يبقى زي ما انتوا قلتوا لي ثلاثه اوكي زي ما انتوا قلتوا لي الثلاثه انتوا الثلاثة قلتوا لي احنا عايزين نعمل ايه عندنا الريجستر اهو ادي الريجستر موجود عندي انا عايز ابص على البت دي هم عامل لها كده شيفت لفت هشفتها لفت اول ما شفتها لفت البت دي هتقع فين الكاري فلاج الكاري فلاج برافو عليكم طيب البت دي عشان هي باينري قيمتها يا اما تبقى 0 يا اما تبقى 1 يا اما 1 برافو عليكم طيب انا دلوقتي عايز اخد الزيرو او الوان دي اطبعها على الشاشه انا عايز اخد القيمه الموجوده هنا جوه الكاري فلاج واطبعها على الشاشه لو انتوا فاكرين لو احنا اخدنا البرنت على السكرين انا قلت لك كنت بتحط ها الحاجه اللي انت عايز تطبعها في الدي ال اوكي بعد كده مو في اتش 02 برافو عليك 2 وانتربت انت 21 اتش قشطه الزيرو اللي موجود عندي دي الزيرو اللي انا حطيتها في الدي ال دي هي الاسكي كود بتاع الصفر شايف هي عليها كوتيشنز شايف عليها كوتيشنز اللي هي دول كوتيشنز الموجودين دي الموجوده هنا دي بتقول لي ان انا عايز احط جوه الدي ال هو الاسكي كود بتاع الصفر مين ممكن يفكرني الاسكي كود بتاع الصفر كام لسه قلتها في الشاشه اللي فاتت 30 او 31 30 برافو عليك لو كانت صفر ولو كانت واحد هي 31 يعني من الاخر انا عايز اخد الزيرو او ال1 اللي موجوده جوه الكاري فلاج دي واحولها يا اما ل 30 يا اما ل 30 برافو عليكم على حسب ايه القيمه اللي موجوده واخد ال 30 او ال 31 دي احطها في الدي ال واقدر اطبعها حد عنده اعتراض؟ لا يا دكتور تمام بيرفكت بيرفكت طيب هعمل العمليه دي ازاي؟ قال لك اوكي سهله انت افترض ان بعد ما عملت عمليه الشيفت الكاري فلاج هيبقى فيها مثلا 1 كاري فلاج فيها 1 اهي بلس 30 برافو عليك اضيف عليها 30 يبقى انا عايز اجيب ال1 اللي موجوده في الكاري فلاج دي واضيف عليها 30 طب اضيف عليها 30 ازاي قال لك في طريقتين الطريقه الاولى احط ال30 في ريجستر فور اكزامبل دي ال اصبح دلوقتي ال30 موجوده فين في الدي ال وبعدين اقول له برافو عليك اقول له اد وذ كاري دي ال لو انتوا فاكرين ادوس كاري يعني بيضيف حاجتين على بعض ويضيف عليها كمان مين يجمع الكاري فلاج الكاري فلاج زي الفل طب انا عندي ال30 هنعمل الدي ال والصفر احنا هنطبع هنعمل الدي ال والزيرو برافو وهياخد ال30 هتبقى زائد الصفر وبعديها هيجمع عليها الكاري فلاج هتبقى 31 برافو ممتاز يا محمد برافو اوكي اهي انت لو قلت له ادوس كاري دي ال وصفر هو هيجمع الدي ال اللي هي اصلا 30 هيضيف عليها الصفر وضيف عليها القيمه اللي كانت في الكاري فلاج اللي هي هنا كام 1 اللي هي 1 فيبقى كده 30 زائد 0 زائد 1 تبقى الدي ال فيها 31 اللي هي 31 اللي هي الاسكي كود بتاع الحرف اللي انت عايزه دلوقتي الاسكي كود بتاع الحرف اللي انت عايزه جاهز في الدي ال ممكن تموف في الاي اتش 2 وتانتربت 21 اتش كده هتطبع على الشاشه الحاجه اللي انت عايزها اوكي شباب مفهومه تمام يا دكتور بيرفكت طيب تعالوا بقى نكتبها في كود كامل يلا بينا هنكتب دي المساله اللي احنا كنا لسه عاملينها تعالوا نكتبها في كود كامل اهو هستاذنكم مش هعمل بقى الدوت كود دوت ستاك انا هدخل على طول على البرنامج بتاعي اول حاجه انا عايزين نقرا من اليوزر حرف فهقول له موف في الاي اتش سيرفيس نمبر 1 انتربت 21 اتش اللي هو السيرفيس اللي بيقرا الحرف بعد لما انتهي من هنا احنا عارفين كويس قوي ان الحرف بتاعي الاسكي كود بتاعه موجود فين في الاي ال بالظبط انا جاهز دلوقتي اخد الاسكي كود اللي موجود في الاي ال واطبعه على الشاشه اقول بقى موف بي ال في كوما اي ال صح برافو عليك ليه عشان هنقل اللي في الاي ال
البي ال. ليه؟ عشان اي حاجه عايز اطبعها لازم تكون في الدي ال. هي المفروض تبقى في الدي ال بس هو كان قال البي ال. باشمهندس طيب تعالوا نشوف مع بعض. انا عشان اطبع الحروف دي انا هاخد الاي ال دي وافضل اشفتها صح؟ بالظبط. طيب لما افضل اشفتها ايه اللي هيحصل للمحتوى اللي جواها؟ هيبوظ. هيتغير. هيبوظ. فانا بفترض ان انا هحتاجها بعد كده، فعشان احتفظ بالقيمه الاصليه انا بقول له موف في البي ال اي ال. دكتور احنا نحتاج قصدك يا دكتور ان انت هتخزن كامل الخطا. إيه انا كنت بقول للدكتور يعني انت كده حضرتك هتخزن الحاجه اللي في الاي ال. أيوة. كتمبرري ريجستر مثلا اللي هو في البي ال. يس عشان ما بوظش الاي ال. طب افترض انا مش عايزها في حاجه اشتغل على الاي ال على طول مفيش مشكله. دكتور احنا ممكن نحتاجها تاني عشان ناخد الخانه اللي بعديها صح؟ ما هو كده كده انت ما هو كده كده الخانه اللي بعديها موجوده. انت لو عندك الريجستر موجود كده او شايف الخانات موجوده فيه. انا قصدي لو احنا محتاجين الخانه اللي بعد اللي احنا خدناها دي هنعمل شيفت كمان وناخدها في الكارت بلاك برضه صح؟ يس عشان كده هنحتاجها. لا طب خليك معايا حسن في دي، خليك معايا احمد. بص انت عندك اهو ده الاي ال اوكي. فلو خدت الاي ال ده وشفته البت دي هتقع في الكاري فلاج صح؟ تمام. والاي ال هيفضل فيها كام؟ هتبقى 100 100 100. اه يعني الخانه الثانيه لسه موجوده ولو شفتها هتجيبها. انت مش هو ده قصدي يا محاول ان انت مش انت محتاج لو بتستخدمها في اريثماتيك. اقول لك بس أوكي. انا مش محتاج احتفظ بالاي ال في مكان ثاني عشان اجيب الخانه الثانيه. الخانه الثانيه تبقى موجوده. هي المشكله ان بعد لما اشفت الثمان مرات هتبقى الاي ال فيها كام؟ ما هو ده اللي انا قصدي يا دكتور. هيبقى فيها صفار بعد لما اتشفت الثمان مرات هتبقى فيها صفار. يعني القيمه الاصليه اللي كانت موجوده باظت اختفت. طب لو انا احتجتها بعد كده انا عايز ارجع للحرف تاني عايز اعمل فيه اي حاجه يبقى راحت مني. arithmetic operation مثلا. arithmetic operation عايز اطبعها عايز اعمل اي حاجه. في الحاله دي انا لو انا بعد خلصت بعد لما خلصت التشفيت كل القيم اللي كانت متخزنه جوه الريجستر بح راحت. عشان كده انا بخزنها في البي ال to save a copy. شايف اهو save a copy in case we need al again. لو انا عايز يعني لو انا عايز. طب لو مش عايزها يا عم اشتغل على ال على طول. عشان كده انا حابك نبقى فاهمين الكود مش حافظينه عشان ايوه دكتور يعني هنشتغل على ال على طول بعد كان شيفت. اه ممكن انت دلوقتي ممكن تشتغل على الاي ال او البي ال. لو اشتغلت على الاي ال لو عايز ترجع للقيمه هتلاقيها فين؟ في البي ال. في البي ال. في البي ال. طب لو اشتغلت على البي ال لو عايز القيمه هتلاقيها فين؟ في الاي ال. في الاي ال. يعني دايما في واحده بشتغل فيها وببوظها وفي واحده ثانيه فيها القيمه الاصليه محتفظ بيها لو انا عايزها. تمام. اوكي؟ مش لازم زي ما بقول لك انا بس انا متعود اعمل كده عشان يوجوالي بيبقى البرنامج فيه كذا حته تبقى الجزء الثاني مثلا محتاج وظيفه ثانيه على الاي ال انا بسيب قيمتها عشان احتفظ بيها. اوكي؟ تمام يا دكتور. قشطه. يلا بينا نكمل الكود بتاعنا. زي ما اتفقنا لسه واحنا بنتكلم انا هلف 8 مرات واقول له موف. موف سي ال 8 او سي اكس. سي اكس عشان هلف. اوكي؟ بالظبط. دكتور انا عايز اخد بونص المحاضره دي فهبقى مع حضرتك يعني. ماشي يا محمد ماشي. عشان الدرجات اللي ضاعت دي. ماشي يا محمد. اوكي. فبحط في السي اكس 8 عشان الف 8 مرات دي عدد المرات اللي انا هلفها. وبعدين ابتدي انفذ الوظيفه بتاعتي زي ما احنا شفنا. اول حاجه هشيفت ليفت زي ما قلنا. اعمل شيفت ليفت. اي ال. ايوه. سي اكس. نو نو. سي ال. سي ال. نو. طب خليك معايا انا عايز اشفت كام مره؟ اول مره. اول مره عايز اشفت 8 مره واحده. مره واحده؟ اشمعنى مره واحده؟ اشمعنى؟ ليه؟ ليه مره واحده؟ عشان هقعد بقى صح؟ لا انا بشفت مره واحده عشان اوقع ها واحده من الشمال بيت اخر رقم الشمال. أوه. عايز اوقع بيت واحده. انت لو شفت 8 مرات وان جو وان شوت كده كام بيت هتطلع بره الريجستر؟ الثمانيه كلهم؟ ثمانيه؟ كلهم هيطلعوا. لو شفت لو شفت في شوت واحده 8 تايمز عملت شيفت ليفت شفت سي ال ب 8 في التشفيته الواحده الثمانيه هيخرجوا. واحنا اتفقنا قبل كده الكاري فلاج بيحتفظ برقم واحد فكده هيحتفظ باني واحده من الحاجات اللي خرجت؟
باخر واحده خرجها اخر واحده يعني اخر رقم خرجه اخر واحد. فكل بقيه الارقام هتفقد هتروح هتبقى لوست. لا انا عشان اقدر اخد بت بت من البتات اللي موجوده انا هشفت 8 مرات فعلا، بس في المره الواحده هشفت خانه مره يعني زق مره تقع لي بت كده، زق مره ثانيه تقع لي بت ثانيه، زق مره تقع لي بت ثانيه، لكن ما ينفعش اشفت الثمان مرات لوكشه واحده كده. اوكي تمام بيرفكت. فهقول له شيفت اي ال كوما 1 انا كده شفت مره واحده، وبعدين ابتدي اخد بقى البيت خلاص دلوقتي موجوده في الكاري فلاج هاخدها من الكاري فلاج. بص هعمل ايه؟ هقول له هاد وسكاري. برافو عليك. اول هنعمل بعد اذنك موف في هموف صح 30 هكسا كده اقول له عشان اعرفك معايا هاد وسكاري دي الو زيرو بيرفكت. اصبح دلوقتي في المرحله دي بعد لما نفذ الثلاثه دول البيت الاسكي كود اوف بيت is in a DL DL اطبعها بقى. دكتور هو انا ليه ما عملتش يعني طب انا ليه ما عملتش على طول قاعد على الـ AL 30 هيكس على طول. اوكي that is a good question that is a good question. باشمهندس بيسالني طيب ليه الـ AL ما ضفتش عليها 30 هيكس؟ من الـ AL ما ينفعش اضيف عليها 30 هيكس عشان الـ AL ما فيهاش رقم واحد، هي فيها كام بت؟ هي كام بت يا شباب؟ 8 بتس. فانت لو جيت مثلا الـ AL فيها 41 هيكسا وضفت عليها 30 هيبقى عندك كام؟ هيبقى عندك 71. ايه الاسكي كود بتاع ايه ده؟ ده مش بتاع حاجه صح؟ لكن انا لما اشفت البت دي وتقع بره انا عندي صفر. لو كانت البت دي صفر يبقى عندك صفر، هتضيف عليها 30 هيبقى عندك 30 هكسا اللي هو الاسكي كود بتاع كام؟ زيرو. يبقى انا كده بطبع على الشاشه رمز صفر. قول يا باشا حد كده هو حضرتك سامعني عشان حضرتك انا سامعني ولا انا عشان انا سامعكم اوكي كمل ماشي. طيب لو انت عندك 1 يعني لو 1 طلعت بره لو انت الرقم اللي موجود عندك ده كان 1 هتبقى 1 زائد 30 هيبقى عندك 31 هكسا اللي هو الاسكي كود بتاع كام؟ 1. ماشي يا شباب. فالهدف ان انا بشفق بجمع 30 على بت واحده، البت واحده دي اللي وقعت بره ودخلت فين؟ في الكاري فلاج. طب دكتور ممكن اسال سؤال لحضرتك؟ قول يا باشا. دلوقتي انا في سؤال في الكاري فلاج، لو بدل ما انا اوديها مثلا يعني اخد الاي ال تمام ارجع اوديها مثلا كوبي منها للبي ال، هل ممكن انا في الكاري فلاج مش انا الكاري فلاج وقع منه يعني الاي ال لما باجي اعمل له شيفت ينزل للكاري فلاج؟ عاوز اخد من الكاري فلاج واوديه للاي ال بحيث ان هو لو حصل شيفت رايت يعني لا هو زي الفل هو زي الفل هعمل شيفت ليفت زي براحتي زي ما انا بس تعمل والرقم هيرجع تاني في الاول زي ما كان حبيبي بعد الثمانيه لفات حبيبي بس انا ما اديتكش الامر ده اسمه روتيت ليفت. اوكي اسمه روتيت ليفت انت صح في امر عندك اسمه روتيت الامر بس انا حسيتها هياخد وقت ازيد شويه فانا بدور على الكونستراكشن تايم اقل انت صح في عندك امر اسمه روتيت ليفت. روتيت ليفت ياخد البت دي ينزلها في الكاري فلاج واللي كانت في الكاري فلاج يرجعها من فين؟ في اول بت من ورا اول بت من ورا انت لو عملت الكلام ده 8 مرات هيرجع الريجستر زي ما هو صح هو ده انا بفكر فيه صح يا محمد ممتاز يا محمد اسمها روتيت ليفت بس انا ما اديتهاش روتيت ليفت وفي روتيت رايت ابقى اقولها لكم بس خلينا نخلص دي بقى كده ابعتها لكم اوكي تمام يا دكتور ثانك يو محمد اوكي دلوقتي احنا عندنا الدي ال في جاهز الاسكي كود قلت له موف في الاي اتش 2 انتربت 21 اتش هنا عملت له برنت وتظهر على الشاشه يا 0 يا 1 وبعدين هعمل اللوب بتاعي اهو لوب اكس واي زد او اي حاجه واحط الاكس واي زد قصاد المكان اللي انا هرجع له اللي هو الشيفت الشيفت مش عارف ليه كتبت اكس زد واي اهو اكس Y Z قصاد الشيفت اوكي هنا يبقى انت كده هنعيد الكلام ده 8 مرات مفهومه دي يا شباب ولا لا؟ اه يا دكتور الدكتور هو الاد وذ كاري بتاعت الدي ال 0 دي معنى كده ان انا جمعت 0 على الدي ال زائد الكاري فلاج حطيتهم yes. كلهم في الدي ال صح؟ يس 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 والدي ال كان فيها كام؟
الدي ال بتاعتي اهي فيها كام؟ فيها 30. 30 فانت بتجمع 30 على 0 على الكاري فلاج، ما دام 0 ده 0 ده ملوش لازمه، يعني من الاخر انت بتجمع 30 على مين؟ على الـ على الكاري فلاج احطهم في الدي ال. بالظبط كده. عشان طب ليه بجمع 30 على الكاري فلاج؟ عشان احوله من رقم لاسكي. لو كانت في الرقم اللي موجود في الكاري فلاج واحد وضفت عليه 30 هيبقى عندك 31 اللي هو الاسكي كود بتاع 31. طيب لو الكاري فلاج كان فيه صفر وضفت عليه 30 هيبقى عندك 30 اللي هو الاسكي كود بتاع صفر. من المنطقه دي من الكود اللي موجود هنا انت بتنتهي بالاسكي كود بتاع الرقم في الدي ال فتقوم طبعه على طول. مية مية دكتور. اوكي شكرا يا جماعه. ثانك يو. ماشي يا شباب ده كان اكزامبل الاولاني ان انت تاخد الرقم الموجود عندك الاسكي كود الموجود عندك تطبعه باينري. تعال نغلس ناخد اللي وراها. اوكي انا عايز اعمل نفس الحكايه بس بدل ما اطبع الاسكي كود بتاعي باينري انا عايز اطبع الاسكي كود بتاعي اوكتل بيس 8. طيب تعال نشوف مع بعض ازاي نعمل العمليه دي. ادي الريجستر انا عايز احط فيه 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 دول 8. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن نطبع اي رقم اوكتل. تعالوا نفترض مع بعض ان هو 41 اللي هو ده. انا اسف على الخط. سلمى بتتريق على الخط. ماشي يا سلمى. لا والله لا دكتور والله الخط بتاعك شكرا ربنا يخليك. انا عارف ده مشكله فعادي. اوكي اللي احنا عايزين نعمله ان احنا عايزين نطبع الكلام ده اوكتل على الشاشه. طيب يا شباب يعني احنا لسه خلينا نفتكر ان 0 الاسكي كود بتاعه 30 الواحد الاسكي كود بتاعه 31 الاثنين الاسكي كود بتاعها 32 الثلاثه الاسكي كود بتاعها 33 هكسا. يعني احنا عارفين هكسا يعني احنا عارفين عشان اوصل من الرقم نفسه الى الاسكي كود بتاعه انا بجمع كام؟ 30. فاذا اللي انا عايز اعمله هنا عايز اجيب كل رقم اوكتل موجود عندي بكون الارقام الاوكتل اكونهم وبعد لما اكون كل رقم اوكتل اخده واضيف عليه 30. حد عنده يعني أخير. عايز اخد كل 3 بت وعايز احوله كانها بت واحده في الاوكتل. برافو عليك كانها خانه واحده في الاوكتل. اوكي بالظبط. طيب فقالته سلمى بالظبط صح. ما احنا عارفين من الايام بتاع الانتراكشن تو مايكرو تو مايكرو تو كمبيوتر لوجيك بالظبط وديجيتال لوجيك ان كل 3 بيتس كل 3 بيتس بيعملوا رقم واحد اوكتل. فانا عايز اخد الريجستر ده واقسمه ثلاثات كل 3 هتمثل رقم واحد اوكتل اخده اضيف عليه كام؟ 30. اجيب الاسكي كود بتاعه ام طبعا ده اللي انا عايز اعمله. هو دكتور لما كنا بنقرا منه لما كنا بنقرا منه مثلا كان لما بيقرا مثلا دي وورد كان بياخد خانتين فلما بيقرا بعد الدي وورد كان بياخد 3 خانات مثلا. اوكي بس هنا انا طبعا انا الكومنت بتاعك يعني انا فاهمه بس هو ملوش علاقه قوي باللي احنا بنتكلم عليه هنا. عشان انا هنا بتكلم على ريجستر برضو مش ميموري فده مش دي حاجه اصلا. تمام ده ريجستر اي ال والريجستر ده 8 بتس على بعضهم يعني كله ده على بعضه 8 بتس من اوله هنا لهنا 8 بتس. يعني انا ممكن اعمل ماسكينج ممكن تعملي كل يعني بشكل ما ديفينتلي عشان عايزه اخد اول مثلا 3 بيتس فاعمل 3 وحيد الاول الباقي صفر. برافو عليك برافو عليك سلمى. اهي لقطه اللي احنا عايزين نعمله احنا عايزين نعمل ماسكينج بشكل ما عشان اجيب الثلاثات. انا عايز اجيب الثلاثه دول لوحدهم وعايز اجيب اي ثلاثه ثانيه ثلاثه في النص وبعد كده عايز اجيب ثلاثه دول. طب دول اثنين مفيش مشكله نضيف هنا كام؟ ما هتحط صفر زيرو زيرو. فانا عايز اجيب الثلاثات دول. طب السؤال اللي يتسال دلوقتي اني ثلاثه منهم اجيبها؟ يعني لو الرقم بتاعك قيمته كذا مفيش 8 في الاوكتل. ثانيه انا اسف على الخط المره الثانيه بس لا والله والله لا يا سلمى كمان انا بهزر والله إيه؟ اوكي اهو اربع لو انا عايز اطبع الكلام ده اوكتل انا عايز اطبع ده على الشاشه اني واحده فيهم هتطبع الاول عشان اطبعوا الشاشه بالترتيب اللي هم اللي على الشمال مش على الشمال الاثنين الاول تطبع لا الاثنين بعدين الخمسه وبعدين الاربعه
لو انا طبعت الاربعه هتتقلب، يعني طبعت الاربعه الاول بعد كده خمسه بعد كده اثنين الرقم يتقلب. اوكي بالظبط. فانا لازم اطبع على الشمال الاول، يعني وانا بشتغل انا عايز اطبع ده 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 الجزء اول ثلاثه من الشمال يعني. بالظبط اول ثلاثه من الشمال. يبقى انا عايز اخد اول ثلاثه من الشمال دول واطبعهم. حد عنده اعتراض؟ لا. اعمل ايه؟ يبقى اعمل موضوع الثلاث وحايد ده. اوكي عمل شيفت ثلاث وحايد. نعمل شيفت رايت حبيبي. حبيبي طيب تعالوا نشوف سلمى الاول. حبايبي انتوا قلتوا صح، برافو عليك. بس اول حاجه تعالوا نشوف سلمى لما قالت لي اعمل ماسكينج بثلاث وحايد، او هستاذنك في الحاله دي هعمل ماسكينج بواحدين. ليه بواحدين؟ عشان البت دي اصلا مش موجوده صح؟ كده كده مش موجوده. طيب تعالى نتكلم مع بعض. هو ليه انا ما عملتش كده اللي هو الماسكينج قالت عليه سلمى واكتفي بيه؟ يعني في الحاله دي مش هتنفع، بس ان جنرال اوكي، بس في الحاله دي مش هتنفع. هي مش هتنفع ليه؟ عشان انا لو عملت ماسكينج هنا 1 1 والبقيه 4 في النهايه انا هيبقى عندي الرقم هنا لوحده هيبقى عندك 0 1 والباقي الارقام هتبقى كام؟ 0 0. طب هو الرقم ده كام؟ بص عليه الباينري ده لوحده المفروض يبقى كام؟ المفروض لوحده يبقى 1 1. طيب لو كان وراه كذا صفر هل هو يبقى 1؟ لا لا هيبقى حاجه ثانيه. لا صح؟ بس انا عايزه 1، انا مش عايزه حاجه ثانيه، انا مش عايز 1 وراها كام صفر، انا عايزه 1 بس. ليه؟ عشان ال1 بس دي اخدها اضيف عليها كام؟ 30. حد يبقى احنا هنعمل له شيفتات لغايه يبقى هشيفت هشيفت رايت عشان هو عشان يبقى 001 مثلا. ثانيه انا هفضل الشيفت لحد ما اوصل ان اخر ثلاث خانات كانهم هم اول ثلاث خانات. ايوه هو ده، انا هفضل اشفت لغايه لما دول يدخلوا في اول ثلاثه. اول ثلاثه عشان يبقى ده مكانهم الصح. صح كده، عشان دايما عشان يرد عليهم ال 30. صح كده صح بعد كده برنت. صح كده اوكي. محمد عارف ثانك يو فور يور افورتس بلس 5 اهو اكتب. انت بتعمل افورت حلو قوي النهارده. شكرا يا دكتور. ثانك يو حبيبي. بس مش هتتغير دلوقتي عشان انا اعتمدت الدرجات. اوكي هتتغير لك بعدين. اوكي محمد عارف ثانك يو محمد. اوكي بصوا شباب كنت بقول ايه؟ انا كنت بقول حاجه. يبقى احنا بنقول هنفضل نعمل شيفت. هنعمل شيفت. يعني انا اصلا مش محتاج اعمل الماسك. ليه مش محتاج اعمل الماسك؟ عشان الماسك كان بيخفي دول، بس انا لما اشفت كده كده دول هيحصل لهم ايه؟ هيروحوا كده كده خلاص. انا كده كده بس محتاج اشفت بمقدار دول. طب دول كام واحده؟ دول سته. سته. يبقى شفت اول مره عشان جت اول مره هعمل شيفت في الاتجاه ده. الاتجاه ده ايه؟ رايت. رايت كم مره؟ 6 تايمز. ست مرات. ست مرات قشطه. يبقى انا كده خلاص شفت عشان اجيب اول واحده هشفت لليمين ست مرات وبعد كده اضيف ال 30 واطبعها عادي. اوكي حلو قوي. يبقى انا جبت دي. طب اللي في النص هشفت تاني بقى ثلاث مرات. هتشفت لي 8 مرات. 3 مرات بس. لو شفت 3 مرات دول هيروحوا، بس اللي قبليهم ايه اخبارها؟ خلاص راحوا زيرو بقى صفار. no. مش موجودين. نو no. دكتور انا عايز اخليهم. لا يا دكتور احنا هنعمل ماسكينج عليه يا دكتور. يس ثانيه ثانيه تاني عشان انا وقعت منكم كده. تاني خطوه خطوه. دلوقتي انا برجع للريجستر الاصلي بعد اذنك. انت انسي الخطوه اللي فاتت عشان الخطوه اللي فاتت لو انا كنت اعتمدت عليها الريجستر ده كان هيبقى فاضي وما فيهوش غير كده بس. صح؟ والباقي كله كان هيبقى فاضي، يعني ما فيهوش حاجه. فانا هنسى التشفيته الاولى اللي حصلت وارجع للاصل. صح؟ الاصل اللي هو ده. ده. طيب انا دلوقتي عايز في النص. ما هو ده خلاص. لو انت لو اعتمدتي على التشفيت انت بوظتيها عندك 0 1. انا فهمت حاجه. انا كانت عندي مشكله في اخر ثلاثه بت، بس هي دي اللي حلتها بان انا عملت الشفت الاولاني. برافو عليكي. لكن اللي فوق دول فضلوا. بالظبط. الاولين دول فاضلين. لا فانا لازم الاول اعمل اند مع ها 0 0 0 1 1 1 1 1 1 و 0 0 0 وبعدين اشفت. هطلعهم ثلاث اصفار تاني صح؟ برافو برافو. يبقى اول حاجه المره الثانيه ماسك مع 0 0 1 1 1 0 0 0 عشان الثلاثه اللي في النص ينزلوا، وبعدين شيفت. ها هنعمل شيفت ثلاث مرات. بعدين برافو عليك شفت الرايت بتاع ثلاث مرات. ممتاز. اوكي
اخر مره مش هحتاج اعمل شيفت بقى لان الثلاثه بيتش مكانهم اصلا. برافو عليكي. اخر مره وانا عايز دول انا مش محتاج شيفت, هم اوريدي موجودين هنا, هعمل لهم هعمل ماسك معك. بس هنعمل ماسكينج على طول يا دكتور. برافو برافو, او انتوا كده فهمتوا ماسك مع 00 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
ثلاث خانات yes sir يا اما هنعمل ماسكينج يا اما هنعمل شيفت yes sir او يا اما هنعمل الاثنين yes sir that is 100% correct based على اللوكيشن انت تعمل ماسكينج او شيفت او ده او ده او كومباينيشن منهم عشان تايزوليت الرقم اللي انت عايزه في الليست سيجنيفيكانت بيتس الليست سيجنيفيكانت اللي هي على الشمال يعني وبعد على اليمين انا اسف وبعد لما تحطهم على اليمين تقوم ضايف عليهم كام 30 ضايفين عليهم الماسك 30 يبقى كده انا خلصت الحاجه الاكتر اوكي تمام الميزه في الاوكتل ان اكبر رقم موجود فيه كام في الاوكتل 7 فاكبر رقم موجود عندي 7 وانا عارف ان لو ضفت عليه 30 هيبقى 37 كده عندي الاسكي كود بتاعي تعالوا نشوف ازاي دي ممكن تتعمل اوكي اول حاجه هقرا من اليوزر الرقم موف الاي اتش 1 هكسا او 1 بس انتربت 21 اتش هو الهكسا من غير الهكسا بيفرق امتى بعد كام يعني امتى الهكسا والدسمال بيفرق من اول 10 من اول 10 اوكي لكن من قبل كده لو حطيت 1 هكسا او 1 2 هكسا او 2 هي نفسها 9 هكسا او 9 هي نفسها اوكي اخد كوبي بقى يا دكتور احطه في البي ال ايوه بس انا هستاذنك انا هنا لو انت شفت الـ 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 العمليات اللي عملتها انا عملت كام عمليه كام 3 فناخد 3 نسخ عشان كل مره ابوظ في نسخه تمام اوكي تمام اهو تمام هقول لك اهو موف مثلا في البي ال اي ال موف مثلا فين دي ال مثلا بلاش دي ال بلاش دي ال دي ال هنحتاجها قدام اوكي في البرينتنج عشان اطلع بيرفكت موف الاي اتش مثلا اي ال اوكي تعالوا نبدا بالاي اتش على طول انا ده اول مره اني هستخدم ده عشان اعمل اول عمليه فاقول له موف في السي ال كام اول مره شفت كام مره 6 زي الفل بعد كده شيفت رايت اي اتش اي ال سي ال اي اتش اي اتش او اي ال على فكره مش هتفرق سي ال صح سي ال ماشي طيب كده هتشفت 6 مرات والرقم بتاعك هيفضل موجود فين في الاي اتش في الاي اتش احطه بقى في الدي ال او اقول لك موف في الدي ال دي ال اي اتش ماشي اد على الدي ال كام اي اتش صح تمام او ممكن زي ما انت عملت انت كنت ممكن بدل دي كنت ممكن تقول موف اد في الدي ال دي ال AH وأد على DL كام؟ AL 30 30 يا دي يا دي زي ما انت عايز المهم في الآخر هيبقى عندي في DL الأسكي كود بتاع الحاجة اللي أنا عايزها لما يكون عندي الأسكي كود بتاع الحاجة اللي عايزها كل اللي هعمله أقول له موف في الـ AH 2 interrupt 21H كده طبعتها أوكي يا شباب؟ انا هبرنت كل رقم لوحده يعني هعمل الستبس اللي فاتت دي لكل 3 بيتس مع بعض يس يس مدموزيل برافو عليكي دلوقتي انا طبعت اول رقم هعمل بقى الرقم ناخد كوبي كوبي تاني يس برافو كده انا اشتغلت في الكوبي بتاع الاي اتش تعالى نشتغل على الكوبي بتاع البي اتش دلوقتي تاني عمليه بقى هموف في السي ال سوري هنعمل اند الاول اند الاول اوكي وممكن تموف على فكره مفيش مشكله اوكي 0 0 يعني ممكن تموف بس ما تستخدمهاش دلوقتي باينري بي دي يعني باينري اوكي تمام فكده هعمل الماسكينج بتاعي اصبح دلوقتي عندي الرقم ده تصفر قصاده تصفر وراه عشان اشيل الثلاثه اللي وراها هشفت ثلاث مرات اقول له موف سي ال 3 وبعد كده شيفت رايت بي اتش دي اتش يا جماعه اوكي سي ال او دلوقتي البي اتش فيها الرقم اهو اقول له موف في الدي ال بي اتش add DL 30 هكسا move في الـ AH 2 interrupt 21H صح كده؟ تمام حلو قوي اهو هكتب فوق عشان بس الناس تبقى شايفة اوكي بعدها end برافو عليك end مع مين بقى؟ الـ AH بقى انا خدت لا انا خدت لا الـ BL بقى الـ BL هي اللي بقى BL بي ال مع 0 0
أيوة. أصفار أخيرها ثلاث وحيد. ثلاث أصفار وأخيرها ثلاث وحيد باينري. ثلاث وحيد باينري. باينري. بيرفكت. ما فيش بقى سي ال ولا حاجة. ولا حاجة. أقول له موف في إيه؟ في الدي ال. دي ال. إي ال. أد. أد دي ال كام؟ 30 هكسا. 30 هكسا. موف. موف إي إتش و 2. اثنين. انتربت. انتربت 21 إتش. 21 إتش. خلصنا الحاجة. شفت الدنيا سهلة ازاي؟ طيب جدا حلو قوي. انا هستاذنكم انا هديلكم الهكسا دسمال وبعد كده اطلب منكم اساينمنتس. ال12 سنه هيبقى اساينمنت برضو اوكي زي ما احنا شغالين كده اوكي. انا حكيت لكم على الحكاوي بتاعه الفاينلز ولا لا؟ لا لسه قلنا طمنا. طيب اوكي احنا في ثلاث حلول بنبص عليها. واحد منها انا واخد فيدباك، انا بدرس كلاسات تانية اخدت فيدباك مش كويس على حلين، اخد رايكم برضو عشان نبقى عارفين ايه اللي هنعمل. One of the possible solutions ان احنا الامتحان بتاعنا يمتد بدال اسبوعين هيبقى على شهر او شهرين، وهنجيب الطلبة بعدد قليل قوي 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 قوي، يعني اللجنة تبقى فيها 3 طلاب، وهنوزع عليكم لو انتوا داخلين ماسكس وجوانتيات for free، يعني تلاقوش مش هنخليكم تجيبوا بتاع حاجة اوكي. وبعدين تدخلوا اللجنة تمتحنوا، وبعدين اللجنة زي ما اتفقنا تبقى متهوية، ما فيش تكييف، مش هنشغل تكييف، هنفتح الشبابيك كلها، يبقى في 3 طلاب قاعدة او 5 طلاب قاعدين، such that يبقى في مترين بين كل طالب، المريض يبقى او المراقب هيبقى في مراقب واحد لابس جوانتي وماسك، هنلم لكم الورق، وبعد لما نلم لكم الورق الورق يفضل قاعد I think 7 أو 8 أيام في الكنترول قبل ما يروح للدكتور، عشان لو كان في حاجة تروح منه يروح للدكتور يصلحه ويرصد درجاته وتتحط. ده كان حل. مشكلة في الحل ده حاجتين: أولا الريسك بتاعه أقل من إن احنا نرجع عادي، بس لسه في ريسك، لسه في احتمال إن حد يجيله حاجة بعد الشر. والريسك والمشكله الثانيه فيه ان الامتحان هتطول، يعني احنا ممكن ناخد شهرين عشان نخلص العمليه دي. فانتوا ايه رايكم في السولوشن بالظبط يا دكتور؟ وقت كبير قوي. طب ما نسمع الاوبشنز الثانيه. طيب الاوبشن الثاني ان احنا نكمل اونلاين، يعني كده كده الدراسه تبقى اونلاين، وفي سوفت وير اللي بيستخدموه بتوع الطفل وبتوع ال 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 امتحانات الايلتس والكلام ده. في نفس الشركه دي متاحه عندها حاجه ان ادي لك الامتحان بيشغل لك، بيعمل لوك على الابلكيشن اللي انا بختاره لك، تختار مثلا وورد او تبر، يعمل لك لوك عليه، تكتب عليه الحاجه واللي هي حتى جايه دي اللي انا مش عجباني قوي فانا بحاول فايت اجنست ات، وبيفتح الكاميرا والمايك عندك يسجل اثناء الامتحان الساعتين اللي بيحصل ويابلوده للسيرفر. طبعا احنا افترض مثلا الماده فيها 30 طالب، مفيش حد هيراجع على ال 30 فيديو. طب هنستخدمها ازاي؟ هنستخدمها ان لو في شك، حاله غش في الورقه، اذا كان مثلا الطالب الجي بي اي بتاعه، معلش انا اسف يعني بيعملوها كده دلوقتي، لو كان الجي بي اي بتاع الطالب مش كويس مثلا وجاب درجه كويسه، اوكي في الارم او اثنين شبه بعض او whatever، نفتح الفيديو نعمل لها ريفيو. فيها مشكلتين عندي انا شخصيا. انا كانت مشكله اساسيه عندي البرايفسي، انا مش عارف اثناء الساعتين دول انت مشغل اللابتوب بتاعك فين، حد معدي، مش عارف ايه، انا كنت بعترض على دي. قالوا لي الحل اللي هم قالوا لي، طب الطالب يدخل الاوضه بتاعته المكتب بتاعه ويقفل على نفسه الباب بالمفتاح يمتحن. ده كانت المشكله الاولى. المشكله الثانيه عندي في السوليوشن ده ان الابلود، هل انتوا تستحملوا تابلود الفيديو ساعتين تبعته لنا على السيرفر على الانترنت بتاعكم؟ انا ما اعرفش. انا شخصيا انا عندي احنا واحنا اللي احنا اللي هنبعته، احنا الفيديو هيبقى معانا احنا واحنا اللي هنبعته. هيبقى ساعتين. انت مش هتبعتيه، انت مش هتبعتيه بنفسك، بس هو هيتبعت من جهازك، بس هياخد وقت يعني هياخد وقت. بقى مش احنا لوحدنا، انا بنمتحن الدوله كلها تمتحن. لا انا عارف. لا انا بقى احنا الدوله ممكن تاجل الامتحانات، احنا بس يعني انا بحكي لك علينا احنا، يعني علينا احنا في الحاله دي الانترنت اكسس مش هيبقى حلو برضه. انا شايف ان هو انا مش عاجبني، انا بس الحاجه الاساسيه اللي مش عاجباني البرايفسي ايشو. انا قاعد بالبيجاما دلوقتي يا جماعه عشان تبقوا فاهمين. والله كلنا كلنا يا دكتور مش عاجبك بس فدي برايفسي. يعني انا ليه انا افتح كاميرا؟ طب افرض هو قاعد يعني قاعد في بيته يا عم، يعني انا ليه افتح الكاميرا؟ فده اعتراضي، بس ده حل تاني. الحل التالت بقى
هنكمل زي ما احنا مكملين دلوقتي بس الحاله دي لحد ايه لغايه الفاينل نسمع ثواني لحد الفاينل لحد في الحاله دي بس إيه الحاله دي خلي بالكم على اللي جايه دي خلي بالكم على ثانيه اسمعوا بس هنشغل سوفت وير للبلاجيرزم بيتشيك الكود او الورقه او السؤال اللي انت بتديه لنا بالانترنت كلها وبيكمبير الاجابات ببعضها ولو عدت نسبه الكوبينج فوق 40% المساله اللي فيها الكوبي دي تبقى صفر. طب ثانيه بقى في حاجه عندكم في ديبارتمنت عندكم في ديبارتمنت كمبيوتر ممكن ده يبقى حل انكم اغلبكم اكواد وكده احنا عندنا اسئله نظري في مواد ما هي الاجابه واحده لا كلنا هنبقى موجودين نفس الاجابه نظري never المفروض الاجابه النظري بتبقى الثيوريتيكال انت بتكتبي ثيوريتيكال زي ما انت فاهماها مش بتقنيها دش دكتورة مش قصدها نظري كده قصدها ستيبس حلول مسائل مثلا calculation. لا اصل مثلا components of مش عارف whatever عندنا في الانتنة ولا في اي ماده في مواد كوميونيكيشن هم components معروفه هم 10 بترصوها دش طبعا احنا كده اغلب يا دكتور والله لازم انا اتخانق عندكم بس عشان بس اصل هي اصل هي كومبوننتس مثلا او في مواد معينه الدكتور بيبقى عايز كلامه فالواحد حافظ كلامه ممكن الفرق يفرق حافظ كلام الدكتور تاني كلام بسيط يا دكتور احنا حالتنا صعبه احنا مش زيكم انتوا في الكودنج الموضوع مختلف في حته انك يعني تفرق ما بين طالب وطالب عشان الكود لا يمكن اثنين يكتبوا نفس الكود احنا في كوميونيكيشن الموضوع مختلف المفروض احنا تفرق بس في حل المساله لكن مش في الاسئله النظريه فده حل بالنسبه للكوميونيكيشن مش عملي طريقه ثانيه يتشيك الكوبينج او في الحاله دي ممكن بقى يبعتوا لكل طالب اسئله مختلفه ايوه انا شايفه ده حل موضوع كل طالب اسئله مختلفه موضوع ان واحد يبعت فيديو ساعتين دوت ممكن واحد مثلا يعني ايه يلبس شيك مش عارف ايه يظبط نفسه خلاص ما انا عارف يلبس شيك ويظبط نفسه انا هي مش كده هي مش موضوع لبس بس ان افترض انت قاعد في البيت يعني معلش انا كلنا قاعدين في البيت وحد من الاهل فتح الباب ودخل دكتور يعني هو انا مش كل الناس ظروفها واحده او النت قطعت يعني بصوا هي مفتوحه انا باخد ارائكم واحنا لسه محدش قرر انا باخد ارائكم بص يا دكتور هو بس حرك يعني حرك حاول في الحلول بتاعت الامتحان ديت انك تعتمدش على النت على يعني ايه مش معتمدين ما نبقاش بنعمل حاجه تعتمد على النت يعني ابلودنج الفيديو ده هيبقى معتمد بشكل اساسي على النت وده ممكن يقع يبوظ ما يتبقاش دكتور احنا ممكن نمشيها كده تاسكات على ال 40 درجه هي دول هي ما احنا كده دي حلوه ما ده اللي احنا بنعمله ده الحل التالت الحل التالت ايه هو معلش تاني ان احنا نمشيها كده امتحانات زي ما احنا مشغلين دلوقتي بس امتحانات بقى ما هتبقى امتحان مش هتبقى كويز هتبقى امتحان درجه بس كله هياخده في البيت ويحلوا بس اصل الحلين التانيين يا دكتور ان احنا نعتمد على النت او ان احنا نتاخر دولت مش حلوين خالص لان يعني في ناس اوريدي اصلا متاخره كتير لا مش هنأخر حد قصدك في الشهرين شهرين في سمر يا دكتور فاضل لي ماده واتخرج وفي سمر وبتاع فما مش عارف هو في احتمال السمر ما يشغلش الترم ده يا جماعه انا مش متاكد ايه دي مصيبه دي يا دكتور اهدوا ريلاكس انا بقول كلام لسه مش اكيد احنا ممكن الامتحانات بتاعتنا نخلصها على السمر الفاينل طب كويس ان اخدت منكم فيدباك ان انا هقول لهم ان في ناس معتمده على سمر عشان تتخرج صح كتير دكتور انا مقدم كلها حربيه دكتور في شهر 8 يعني بعد ما اتخرج كل اللي انا بخطط له هيروح لا ان شاء الله مش هيروح ان شاء الله مش هيروح محمد طيب كويس انا اخدت كويس انا فتحت الموضوع ده معاكم دلوقتي في شويه احنا السمر از ا فيري كريتيكال بوينت يا دكتور يعني السمر ده بالنسبه لنا كلنا يعني انا واحده هتخرج الترم اللي جاي فلازم في ماده او مادتين هنزلهم سمر عشان اعرف اخلص في الترم العادي ماشي وانا فاضل لي اخر ماده في السمر يا دكتور ماشي خلاص ماشي بوينت تيك يبقى احنا هنعمل مجلس كليه قريب ان شاء الله الاثنين اللي جاي انا يعني هقول البوينتس اللي انتوا قلتوها النهارده ان شاء الله وان شاء الله نلاقي حل بصوا الحاجه الوحيده اللي انا يا ريت يا دكتور الاوبشن قولي يا سلام اتفضل قولي لا قولي ما عايزك تقول انا كنت هقول هيك الاوبشن بتاع ان احنا نعمل يعني كذا طريقه للجريدنج دي حاجه حلوه يعني ان الواحد مثلا يبقى مطلوب منه تاسكس كتير انتم معذبينها شويه مش حضرتك يعني بس باقي المواد عندنا في الكوميونيكيشن بس معلش في فرايتي في الدرجات لا 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 والله لا احنا دكتور والله ربنا يخليك يعني
حضرتك حضرتك اكتر دكتور ايه يعني متعاطف معانا. انا بتكلم على باقي الدكتورز اه بيطلبوا تاسكس كتير بس ده في مصلحتنا، لان يوم ما الواحد بيقع في تاسك على الاقل بيبقى عنده حاجه ثانيه بيكومبنسيت بيها الدنيا. المشكله حاجه واحده، اي واحد حصل عنده ليك فور في انترنت فبيتعوض بحاجه ثانيه طلبت منه سواء كويز او اساينمنت او اي حاجه. ايه المشكله بس في حاجه واحده، ان احنا هنرجع هنحتاج نرجع في الحاله دي لمجلس على الجامعات، بيكوز المجلس على الجامعات ينص على حاجتين، درجه ميد تيرم عليها 20 ودرجة فاينل عليها 40. ومالوش دعوه بأي حاجة. قالوا عبارة عن إيه؟ لكن ما قالش عبارة عن إيه درجة الفاينل يبقى إكزام؟ إكزام. والميد ترم 20 إكزام. إحنا دلوقتي اللي عملناه كان زمان بنقول الميد ترم بتاعنا 20، لو أنت فاكر دايماً كنا بنخلي 10 درجات في السكشن و20 في الامتحان. عشان المجلس على الجامعات. حتى لما كنا بنصلحها من 20 كنا بندي هو النص بتاع المجلس على الجامعات بيقول at least 20 ميد ترم. At least. يعني هو حضرتك هو حضرتك مقسم الامتحان السبع ازاي بتاعنا؟ ما انا قلت لكم انا انت عملت اتندنس 10 درجات صح؟ حطه في اتندنس حطت 10 درجات وفي تو اساينمنتس. اقول لك حاجه، انا اخذت الاساينمنت الاولاني واخذت الكويز والاساينمنت عن المعيد وجبت الافريج ما بينهم، ضفتهم على الاساينمنت الثاني وضفت عليهم ال 10 درجات بتاعت الاتندنس. في درجات وحشة خالص اللي هو كان عليه 15 لا في درجات وحشة صح؟ في عندي انا في عندي ناس جابوا 19 اوكي دكتور، دول الناس اللي درجة عندي مش الدرجه عندي مش شديده تظهر. دكتور لو سمحت عندي سيفت بس طب ثانيه واحده احمد بس عشان اقول انا سيفت بس ما اعتمدتش لسه هتظهر لك، بس احنا لازم الاول بنعمل ستاتستكس عليه. على العموم هي دي مش اخر الدنيا، الدرجات كده كده هتتحسن ان شاء الله. بس انا ممكن احط حاجه واحده الدرجه، ان انا الدرجه عندي مش شديده. اقول لك يا حبيبي هقول لك يا عبد الله هقول لك بس هستناك بس هنعمل بروسيسنج عليها الاول قبل ما يعني احنا كده كده هنعمل بروسيسنج وهنقولها لك غالبا هتبقى الثلاث اللي جاي. معلش ده قرار من دكتور خالد حتى مش مني. بس انا عايز اقول حاجه واحده، الدرجات قليله مينلي بيكوز اوف الغش، الناس اللي غشت جابت اصفار والاصفار دي اثرت على الدرجه، هي مينلي اقل درجات عندي في الغش. عايزين درجه داخل فيهم ايه بالظبط كلهم؟ تاني قلت اول حاجه الاساينمنت الاولاني بتاعي والكويز والاساينمنت بتاع المعيد. المعيد مدي لك اساينمنت من 5 وانا كنت مدي لك كويز من 5 ضفتهم على بعض ب 10 والاساينمنت الاولاني. الكويز اللي حضرتك قصدك الكويز اللي هو الاساينمنت الثاني؟ لا انا كنت مدي لك كويز اونلاين. الكويز الاونلاين ماشي اوكي. فالكويز اونلاين كان عليه 5 وفي اساينمنت كان عليه 5 بتاع المعيد، دول بقوا من 10 وفي الاساينمنت الاولاني اللي انا اديته من 10 خدت الافريج بتاعه اديتني درجه من 10، ضفت عليها الاساينمنت الثاني درجه من 10، ضفت عليها الاتندنس بتاعك والبارتيسيبيشن بتاعك وكلامك وانت ازاي بترد عليا في الاونلاين عليها 10، تصبح الدرجه من كام؟ 30 من 30. عندي سؤال ممكن؟ اتفضل دكتور. هو انا دلوقتي في الاول خالص كنت جايب 15 من 15 في 2 اساينمنت تمام؟ اوكي. وبعدين جبت في الاساينمنت الثالث 6 من 10 عشان نقلت. اوكي. والاساينمنت بتاع المعيد انا لسه ما اعرفش. فهل 15 احنا عملنا احنا عملنا اساينمنت واحد من 10، ايه ال 15 دي؟ كان في واحد عليه 10 وواحد عليه 5 اللي هو الكويز الاول خالص. الكويز اللي هو 10 زي ما هي مرصوده لك، الكويز من 5 زي ما هي، ونشوف بقى المعيد ادالك كام انا مش عارف. درجه الخمسه اللي انت خدتها في الكويز زائد درجه المعيد دي من 10 عملت عليها افريج مع الكويز الاولاني الاساينمنت الاولاني. يعني انت افترض انت مثلا هفترض ان انت جبت صفر، مع يعني هي صعبه تكون جبت صفر بس افترض ان انت جبت صفر مع المعيد، يبقى انت كده جايب 5 زائد 10 اللي هي 15 صح؟ 15 على 2 تديك كام؟ 7.5. انت جايب 7.5 في الحته الاولى. وكان في بقى واحد ثاني عليه 10 عليه 10 صح؟ 6 زائد 6 زائد مثلا نقول انت اتنس هقول مثلا 9 يبقى دي درجه. بس انا مش عارف انهي واحد اللي اتاخد عليه افريج يا دكتور. ما دي اول فكرة. واحد اول واحد وتاني واحد صح؟ لا يا حبيبي اول واحد اول اساينمنت مع طبعا. مجموع الكويز والاساينمنت بتاع المعيد ده اللي اتاخد عليه افريج. الكويز ده اللي هو تاني واحد. بص معلش انا هكتبها لك جدول اهي. بص اهي جدول اساينمنت 1 ده اساينمنت 1 كويز تي اي assignment 2 وده attendance مش attendance اللي هو participation ده 10
دول على بعض 10، ده 10 وده 10، دول اول دول خدت عليهم average، ده زائد دول على 2 ضفت عليه assignment 2 وضفت عليه ايه درجة عمل attendance. مفهومة؟ تمام. اوكي ودي الدرجة. طيب. انا في عندي انا عندي حوالي 4 او 3 30 او 29 بس في ناس جابت 19 which is not good، بس معظم الناس اللي جابت 19 كانت نقلة يعني نقلة copy وده قلل الدرجات بتاعتي. دكتور ما ينفعش تقول لنا الدرجات كده ما بينه للاسف المعيد العميد منعنا. I'm sorry انا اسف انا معلش فتحت الموضوع بس العميد منعنا لغايه لما هيبص على الستاتستكس بتاعت الكليه كلها عشان لو في احتاجنا نزود حاجه او نعمل حاجه نعملها. ماشي يا دكتور. طب دكتور ممكن نعمل دكتور لو سمحت بس عندي 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 ملحوظه بسيطه كده. طيب احمد سويسي وبعد كده احمد حسن. قول احمد سويسي. دكتور هو المفروض يعني احنا دلوقتي في ترم سابع في ناس في ترم عاشر وفي يعني المهم يعني عندنا يعني عندنا كذا ترم في ناس كتيرة بقينا يعني احنا من ترم اول في الجامعة اغلبية الناس. ايوه فممكن انت عندك الكيرف بتاعنا عندك درجاتنا في مواد قديمة فدي ممكن دي حاجة ممكن ترجعوا لها عشان في دول بره رجعوا لها في نظام التعليم بتوعها. ما ده اللي هنعمله. احنا بنعمل الدرجات دلوقتي بقى كنا نعمل كيرف وبعد لما نعمل كيرف احنا نجيب الدرجات بتاعت الطلبة اللي موجودة عندنا ونقارنها بالكيرف عشان نشوف ان محدش اتظلم ان محدش كان اصلا مستوى كويس بعد كده عشان الاونلاين ليرنينج حصلت مشاكل وقعت درجاته والعكس ما يكونش حد مثلا جي بي بتاعه 0.1 مثلا او whatever وعشان الاونلاين ليرنينج دوله 30 من 30 في كل المواد. اوكي فده ده هنعملها دي ستاتستكس عشان كده كان العميد بيطلب مننا نستنى شويه في الدرجات. انا بس اتسرعت شويه بتكلم معاكم بس هو الدرجات هنبص عليها بصه ثانيه قبل لما تقعد. اوكي طب دكتور ممكن بس حضرتك تعمل لنا زوم ميتنج انا ومحمد عارف كده 10 دقايق نتكلم معاك كده حاجه. طبعا اخلص. طيب اخلص بس انا خلصت المحاضره ولا ايه؟ الساعه كام؟ لا لسه اوكي لسه. طب خلاص ماشي حتى جايتي وندخل على الزوم ميتنج. اوكي طيب انا دكتور انا كمان عمر علاء عايز زوم ميتنج. ماشي يا عمر عايز تعملوا مع بعض ولا عايز كل واحد لوحده؟ برايفت. يا دكتور انا واحمد ايهاب كنا حابين نبقى مع بعض بس. طيب انا هبعت الاول لينك بتاع احمد ومحمد عارف تدخلوا انا هبعتها لكم على الجروب معلش بعد اذنكم تدخلوا عليها او ابعتوا لي واتساب مسجز عشان اعرف بس رقمكم منفصل. حاضر يا دكتور ماشي خلاص. وبعدين بيرفكت. وبعدين عمر ابعت لي برده انت واتساب برايفت عشان بس اعرف ابعت لك ليك انت ما ابعتش الناس كلها. اوكي ماشي يا دكتور. قبل بس اخر حته في الشرح عشان بس نبقى قفلنا موضوع اللي هو الاوبشنز بتاعه الفاينل. اوكي حضرتك بتقول ان الحل الثالث لو الحلول الثانيه مش نافعه هنستمر بس هيبقى في امتحانات اونلاين وايفالويشنز زي اللي احنا فيها ثرو السمستر ساعه ما بدانا صح كده. انفورشنتلي لازم نرجع المجلس على الجامعات نشوف اذا كان هي يعني هي فورسز نعمل ايفالويشن من 20 وايفالويشن من 40 عشان يعتمد الشهاده بتاعتك ولا لا. معظم الدنيا اللي في العالم يعني ايبت احنا معتمدين من ايبت انتوا عارفين طبعا ايبت محتاجه حاجات معينه بس ايبت متفاهمه بعتت لنا جواب قالت لنا امتحنوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها اونلاين الترم ده وما تبلغوناش باي تغيير لغايه لما الموضوع ده يتغير لكن لو انتوا هتستمروا بنفس الطريقه بعد كده قولوا لنا. فايبت متفاهمه بس دي جهه امريكيه انا ما اعرفش متفاهمين احنا هنا محتاجين بس عشان نقدر بس اللي خلى مصر نفسها اللي خلى مصر نفسها في الجامعات الحكوميه الدراسه موقفينها اصلا يعني الموضوع لو على المجلس على الجامعات شغالين اونلاين بيحاولوا يشتغلوا اونلاين بس لسه ما قرروش حاجه في الامتحانات. ما هو اوكي ما لو القرار طلع بوزيتيف احنا نعمل احنا عايزين نعمله لكن لو القرار طلع من الجامعات الحكوميه الناس هتنزل الامتحانات ده احتمال ضعيف جدا بصراحه. نيجوشيت انا عارف بس بقول لك جاست ان كيس اي هاف تو نيجوشيت مع مجلس الجامعات هعمل ايه في الفاينل بتاعي. انت فاهمه؟ ايوه فهمت حضرتك. لكن لو المجلس الجامعات قالت خلاص مفيش فاينلز والناس تقدم مثلا اونلاين ريبورتس او whatever في الحاله دي احنا فري نعمل عايزين نعمله نمشيها اساينمنتس بس لازم نشوف مجلس الاعلى جامعات هيقول ايه عشان نعرف احنا نقيم صح برضه. ده لمصلحتكم صدقوني ده مش غلاسه. هو انت يا دكتور ممكن يقولوا حاجه يعني الله اعلم عاملين الدنيا اسبوع باسبوع عاملين كل اسبوعين يقولوا لنا هتمتد ما فيش خطه
بس مش عايزين نغلط، الكلام ده بيتسجل خلاص، خليكم معايا. ايوه يا جماعه. اوكي ماشي شباب، خليكم في لحنا. تمام يا دكتور، نرجع تاني. ماشي شباب، اوكي ماشي. اوكي فاكرين يا جماعه قبل لما كنا في الكليه وقلت لكم عايزكم تنزلوا زوم؟ اه يا دكتور. كنت عامل حسابي من ساعتها. يا دكتور يلا بقى خلاص، خلينا مع بعض. عايزين نطبع الحاجه يا جماعه على الهكساديسيمال، عايزين نطبع حاجه هكساديسيمال. اوكي، الفرق بين الهكساديسيمال والحاجات الثانيه ان الهكساديسيمال بيمتد بعد العشرة. انت عندك 1 2 3 4 لغايه 9، وبعدين بتبدا في الهكساديسيمال تشتغل على ايه؟ A A B C. يا سلام، صح كده، D E F وهكذا. دكتور ما ينفعش نخلي ده اساينمنت؟ ما هو ده سهل، انا كنت اجيب لك اساينمنت حاجه ثانيه. عايزين السهل. صريح قوي، عارف صريح قوي، عارف. اي نو بروبلم. انا طلبي في الاساينمنت ده يا ريت يعني بلاش الاسبوع ده، عشان احنا لسه مخلصين ايفالويشن السابع، وربنا يعلم يعني الناس اجتهدت وناس. يا سيدي ايه المشكله، هحط الاساينمنت دلوقتي افتحه من النهارده تقدمه الاسبوع بعد الجاي، ما فيش مشكله خالص. يعني احنا كده كده الاسبوع الجاي هيبقى اجازه اول 3 ايام فيه، فانا اعتبر كله اجازه. هو تقدموا الاسبوع اللي انا عايز الاجازه دي يعني. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. طيب يا دكتور، ربنا يخليكم، ورمضان كريم قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. كل عام طيب يا دكتور. الله يخليكم يا جماعه، ربنا يخليكم. عايزين الاجازه دي كلنا يعني، اكيد الطلبه محتاجين برضه. استحملوا بقى يعني، استحملوا يعني، انجوي. والله دكتور انا مش عايز اقول، ما انت تقريبا عندي مشكله في النت. طب سامعني دلوقتي؟ سامع حضرتك. طيب خلاص، خلوني مش هقول دي، خليها دي تبقى اساينمنت في المحاضره على كده، خلاص مش عايزين نغلس عليكم. شكرا يا دكتور. عفوا يا جماعه، خلي دي اساينمنت، والاساينمنت ده هيبقى هنبدا نشتغل فيه بعد يوم الاثنين، فانا هحطه هعمله شيدول، هيبقى مش فيزيبل، مش هتشوفوه لغايه يوم الثلاث. اوكي عشان تشتغل. ماشي، عشان انا الصوت قطع عندي يا دكتور، معلش. ماشي، هقول لك سلمى. سلمى احنا اتفقنا مع بعض ان احنا نعمل ده اساينمنت. اوكي اها، والاساينمنت مش هنعمله من دلوقتي، هخليه يبدا يوم الثلاث عشان تاخدوا اجازه، فانا هعمله لكم على يوم الثلاث، تبداوا من يوم الثلاث تشتغلوا فيه لغايه الثلاث، لغايه الخميس اللي ورا. اوكي دكتور، انا بعت لحضرتك برايفت على الواتساب. تمام، حلو قوي. شكرا ليك يا دكتور. شكرا يا دكتور جدا. شكرا لك يا دكتور. خلاص انا هقفل الميتنج ده يا جماعه كده، وهدخل برايفت ميتنج مع الجماعه اللي بعت لي الواتساب. اوكي عندي سؤال اخير بس. اتفضل اتفضل. هو الدرجه ما ينفعش حتى يعني خالص، ما ينفع عادي حتى بينا. بس انا عايز اقول لك حاجه احمد، انت كويس. تمام. انت كويس، ومحمد خطاب كويس، وسلمى كويس. تسلم يا دكتور والله. الله يخليكم. لا بجد انتوا حياتكم حلوه. واحمد حسن كويس برضه. هو بتهيألي اه. صح وصح. انت ايه يا احمد كده، بخليني اشك يا احمد كده. لا 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 والله انا ممكن النت عندي وحش ولا. ماشي ماشي، شكرا. ماشي، شكرا يا جماعه. شكرا شكرا يا دكتور، ميرسي. شكرا، مع السلامه.